بالمهرجان الدورة الثانية. السنة دي تفوقوا على نفسهم عن السنة اللي فاتت، عملوا أبليكيشن للمهرجان، عدد الأفلام زاد، عدد الحضور زاد، عدد النجوم العالميين زاد. طبعا ده معناه ان احنا المهرجان بتاعنا نجح وبقى ليه صدى يعني بره الوطن العربي، فدي حاجه حلوه قوي. تشرفوا طبعا انك تضمي كل النجوم دي من الوطن العربي ومن العالم كله، دي حاجه تطمننا على مصر. يوم الدين عجبني قوي، شوكة وسكينة انا شفت ان السكريبت بتاعه ذكي جدا، كان عاجبني قوي. في فيلم يعني ما ينفعش اقول انه يعني هو اوريدي واخد جايزه في كان، اللي هو شوب ليفترز، كان عاجبني قوي برضه. يعني معظم الافلام حلوه، فانا بصراحه بتمنى توفيق للجنه التحكيم علشان مش عارفه هم ازاي يختاروا. طبعا